فاللي فسرته انه المدرب بعد المباراه صارت عليه انه كل الجماهير بدات تقتنع ان المدرب ما عنده شيء يضيفه للنادي. يعني الفريق مو فريق قوي، فريق متهالك بس الاسم باقي. فبعد ما خسرنا انت تعرف اني علي هزمه، تعرف الناس ما تحبنا، الجمهور يا جمهور ما يحبك، جمهورنا الرياضي يعني الاغلبيه جمهور الزوراء. لا ما احكي على الجمهور لو بشكل عام بقيه الانديه بشكل عام بقيه الانديه زين. يعني اللي فسرته انه وصل له كلام انه حاول يبعدني حتى يذب الخساره بيه، يعني حتى يطلع من الخساره كبش فداء بالضبط. لانه انا قلت لك عليه حمله، فما راح يطلعني. حول انظار العالم من خساره، من خساره الى مصطفى. اي شوف، مو هذا راح يطلعني، هذا راح يقول لك طلع مصطفى، هذا خوش مدرب، فالناس هي ما تحبني فتروح الراجل يصير وياي والله، فتنسي الخساره. مدرب مصري يفكر في هاي العقليه، شوف بسرعه تعلم هاي السؤال. يوصلوا له جماعتنا والله، يوصلوا له. ما وصلت غير لهذا التفكير، ماكو غير هذا التفكير. لان انت شلون انت تلعبني تعلقنا على روح، شلون تلعبني وتوديني اساسي وبعدين تقول انا ما مقتنع فيني؟ اذا انت جاي يا اما جاملي يا اما ما اعرف شنو التفسير. زين خلي اسالك، اتمنى هو يطلع يوضح. يا ريت والله. اسالك سؤال، انت صارت لك خلال هذه الفتره اكثر من جلسه مع الاداره، عن شنو تفاوضت؟ تفاوض ما يعني تعرف انا عندي مستحقات بالنادي طبعا، يعني مستحقات العام الماضي، مستحقات العام ومستحقات السنة. يعني أنا من جيت، حتى من جيت ما قلت لك، ما قلت لهم تعالوا اعطوني السبب وليش طلعتوني وتعال ما أدريش أبدا، ما تريدوني كلش طبيعي، أنا أطلبكم مستحقات، اعطوني مستحقاتي بس، ما رايد منكم أكثر. حقي هذا، حقي هذا، لأن أنتم اللي بعدتوني عن الفريق. يعني أنا وصالي 3 أشهر أروح وأجي وسيارتي، يعني هذا هم انتقالات قربت تنسد، وبالضبط رزقي انتقالات تنسد، الفرق مقبطة زين صح. انت غير تنطيني حق، انا ما رايد اكثر من حقي. الناس هم الناس، يعني الاداره انا علاقتي بهم طيبه، الناس متمسكين بي. يعني الحد قلت لك قبل يومين قالوا لي ترجع الفريق، والله العظيم قالوا لي ترجع الفريق، وظل انتظر لحد ما اشوف. قلت يعني احكيها مثل ما هي، صراحه احكي لك الصراحه، لان انا قريب يعني بالنادي، يعني المدرب ما